والقرصنة اللي صارت بالنسبة للخدمة تاع اليو اس اس دي هذه فيها اخترع العملية التسجيل هي ناقصة بطبيعتها، وتزيد أهم وسيلة اللي هي 70% من المسجلين تمت عن طريق الهاتف الجوال، خدمة الهاتف الجوال. إذا كان الخدمة هذه عن بعد باش يتم إيذائها، فإن إمكانية ترفيع من أصوات من عدد الناخبين المسجلين ستكون تقريبا شبه معدومة، ولذلك حماية هذه المنظومة أساسية بالنسبة لعمل ليزي. والناس اللي يسعوا من أجل عرقلة هذا المسار متاع تسجيل الناخبين هم الناس ضد الديمقراطية وضد أن تونس تقع لها النقلة الحقيقية في المسار الديمقراطي متاعها والانتقال الديمقراطي متاعها. ولذلك احنا كائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات ندوا بالعملية هذه مهما كان الدوافع امتاحها، وندعيه ليزي إلى أنها تعمل مزيد من الحماية للمنظومة امتاحها. هناك أحزاب تدعو إلى المقاطعة، احنا الحقيقة المشكل متاع العزوف متاع المواطنين أكثر السبب فيها هو أداء الأحزاب السياسية في المرحلة السابقة. هذا عندما انطلقنا وإحنا نناقشوا مع الناس قالوا لنا شكون مش ننتخب، ما عنديش شكون مقتنع بيه باش ننتخبه، ولذلك علاش نسجل. إذا اليوم الأحزاب السياسية هي مدعوة إلى أنها بالعكس تراجع طرق عملها، مش باش تربح أصوات الناس في الانتخابات، ماهوش طلب مقاطعة الانتخابات. على كل حال هما أحرار في طلب مقاطعة الانتخابات، ولكن أنا نقول اللي عملية المقاطعة لشكل من أشكال الديمقراطية اللي هي الانتخابات هذا في جوهره ضد العملية الديمقراطية.